بسم الله. دي ورقة بتوضح أهم الوثائق الموجودة في المشروع. أهم حاجة نبدأ منها اللي هي Employers Information Requirement أو الـ EIR. ده بنقعد مع المالك ونشوف إيه الحاجات اللي هو عايزها في المشروع، زي مثلا الليفل اوف ديفينيشن، التريننج لو عايز ندرب الناس، لو هو عايز يتاكد من موضوع الكولابريشن هتعمل ازاي، السوفت وير، الملفات هيستلمها ازاي، طريقه تبادل الملفات، البرامج اللي هشتغل عليها، البيم تندر، الرولز. من اهم الوظائف في الحاجات دي بنبدا نكتب الاي اي ار، ومن خلال الاي اي ار ببدا اعمل بيم اكسكيوشن بلان مبدئيه بري كونتراكت قبل ما نمضي العقد، وناخد بعض المعلومات من ال اي ار زي ما انت شايف. ممكن ناخد مثلا ديت، ناخدها معانا في قلب المشروع بحيث ان احنا نعمل منها البروجكت انفورميشن بلان. وبعد ما بنعمل البري كونتراكت، اول ما بنمضي العقد بقى بنعمل بوست كونتراكت، ونحط بقى التفاصيل اللي كانتش موجوده في اول مره. يعني في بعض الحاجات كانت موجوده في البري كونتراكت زي الانفورميشن مانجمنت لازم تبقى موجوده، وفي بعض الحاجات ما كانتش موجوده زي مثلا الكوردينيتس. هنبدا بقى ندخل في التفاصيل ونكتبها في البوست كونتراكت، بيبقى تقريبا ضعف عدد الورق بتاع البري كونتراكت. يعني بري كونتراكت بتبقى حاجه مختصره لان ممكن ما يذكرش عن عدد، فمش العقد، فمش لازم اقعد اكتب بقى اسامي الناس وايميلاتهم وتليفوناتهم. انما ما دام البوست كونتراكت خلاص، الكونتراكت خلاص المدى، ابدا اعمل بقى بوست كونتراكت مفصل واكتب فيه كل الحاجات اللي هتفيدني خلال المشروع. وفي بعض المعلومات انا باخدها في البيم بروتوكول، زي مثلا الليفل اوف ديفينيشن، زي مثلا الستاندرد ببدأ احطها معايا في قلب البيم بروتوكول.